الدكتور اشرف عبد الحليم نائب رئيس مجلس الدوله بالاسكندريه ورئيس اللجنه 38 اسم تاني ضم اسكندريه. كيف حضرتك اليوم النهارده؟ والله اليوم كويس، ابتدى كويس، وكان في تاخير في الحبر الفسفوري واعطانا اللجنه نص ساعه او ساعه وجابوا لنا الحبر الفسفوري والحمد لله ابتدينا يعني، والاقبال زي ما حضرتك شايف كده اقبال ان شاء الله يعني، ونتمنى اليوم يعدي على خير ان شاء الله. كل ما نمشي في مكان لازم الناس بتوجه الناس ان هي مين الناس؟ يعني الناس التانية اللي هي الاخوان والسلفيين طبعا اكيد هم معروف لان هم اللي بيقولوا نعم للدستور، لكن الناس التانية المدنية العادية كله طبعا عارف ان في خبايا في الدستور مش موافقين بيها. انا شايفة الدستور ده غلط فعشان كده لازم اقول لا. حصل اي تجاوز حد كده؟ كل شويه عمالين يقولوا لنا قولوا قولوا مين؟ مش الناس من هنا، مش الشيوخ اللي ما اعرفهمش. حصل ان واحده اخت مركبه جوه ماسكه الناس وعماله تدعيها ان قولوا نعم قولوا نعم، وحتى واحده مسيحيه واقفه هنتها وشتمتها وان انتوا يهود وان انتوا كفره وكفرتنا واحنا واقفين وعايزه الناس تقول رايها هي بس. الكلام ده حصل لحضرتك شفتيه؟ ايوه. حضرتك متاكده بس من الكلام ده؟ ايوه متاكده من الكلام ده، واجيب لك الاخت اللي كانت مسيحيه واقفه وحصل معاها الكلام دوت.